السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيمت جنازة المرحوم أحمد بن نوي البارحة زوج المؤثرة رانيا زبيرالدا بمسجد الأبرار، ودفن بمقبرة بوزريا في جو يعمه الحزن والأسى بحضور جمع غفير من أهله وأصحابه ومحبيه. يذكر أن المرحوم توفي بحادث مرور أليم بدرجته النارية واصطدامه بالسيارة وسقوطه من فوق جسر بزيرالدا. وحسب شهود عيان وحسب ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن سبب الحادث هو امرأة كانت تقود سيارتها بسرعة جنونية تحاول تجاوز سيارة أخرى عبر الجسر لتفاجئ المرحوم الذي كان يسير في الاتجاه المعاكس، فما كان منه إلا الانحراف تفاديا إلى أنه اصطدم بالحاجز الفولاذي للجسر وسقط من أعلاه بدرجته النارية ليفارق الحياة في عين المكان. أما صاحبة السيارة وصلت سيرها وكأن شيئا لم يكن. المرحوم أب لطفلة صغيرة وخلف وراءه أرملة ورضيعة، رحمه الله الفقيد واسكنه فسح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون. في حين أي حقيقة على هذا الموضوع وملابسات هذا الحادث نتقاسم معكم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.